مرحبا، اليوم أنا والكوتش موجودين عشان نجاوبكم عن كل أسئلتكم واستفساراتكم. وما تنسوا أنه مركز دكتور محمود الخطيب عامل لكم مفاجأة، استنوا بآخر الفيديو عشان تعرفوا شو هي. طيب كوتش، شو هي رياضة البيلاتس؟ هلأ البيلاتس من الرياضة اللي كتير حلوة، تمارين كتير حلوة ولطيفة خفيفة بتكون، لكن بتعطي قوة تحمل قوي وبتساعد على تقوية العضلات ومرينتها. هل هاي الرياضة آمنة للحوامل ولغير الحامل تقدر تلعب عليها ولا كيف؟ طبعاً بتقدر الحامل وغير حامل تمارس الرياضة على هذا الجهاز هلأ، لكن الحامل بيكون إلها عناية خاصة فيها، بتكون مع الكوتش فوق راسها بتعطيها تمارين تناسبها، والغير حامل برضو إلها تمارين تناسبها لكن اللود بيكون زيادة عليها. كم مدة الكلاس؟ مدة الكلاس بتتراوح من 45 دقيقة لساعة للمرء الحامل والغير حامل، طبعاً حسب الحالة الصحية إلها. وكل كم يوم؟ طبعاً هلأ المرأة الحامل من يومين إلى ثلاثة، والمرأة الغير حامل بنقدر من ثلاثة إلى أربع أيام. طيب كوتش، بتنصحي بس تلعب رياضة البيلاتس ولا فيها تمارس الجيم مثلاً أو رياضات تانية؟ هلأ المرأة الحاملة بشكل عام ما رح يكون تركيزها على تنزيل وزنها، فأنا بنصح المرأة الحامل فقط بتمارين البيلاتس، زيادة على هيك إذا بالشهر التاسع تبلش بالمشي، لكن المرأة الغير حامل حسب حالتها الصحية أو حسب جسمها شو هي بحاجة، تنزيل وزن، شيبينج، تضخيم، فهي لا ممكن تحتاج البيلاتس مع برضو تمارين خارج تمارين البيلاتس، ممكن تحتاج الجيم يعني. شو التمارين اللي بتحاول تدخليها مع تمارين البيلاتس هون عنا بالمركز؟ حسب حالة المشتركة. هلأ أول إشي بس تيجي عنا على المركز إحنا بنشوف هي شو بحاجة، إذا كانت بدها تمارين مرونة ولياقة مركز لها على البيلاتس، كان في عندها تنزيل وزن أو عندها مشاكل صحية ديسكات خشونة بالركبة مركز لها على تمارين زيادة على البيلاتس عشان نساعدها بحالتها الصحية. أوكي، حكيتي شغلة للي بيعانوا من خشونة بالركبة أو وجع بالركب، كتير في ناس سألوني إنه هل بتفيد رياضة البيلاتس فعلاً؟ طبعاً، رياضة البيلاتس من أنواع الرياضة اللي هي تمارين خفيفة لكن بقوة تحمل، فإحنا بنشوف المشتركة أو المريضة شو قوة تحملها ونشتغل لها على هذا الحد لحتى ما تصير حالتها أفضل. طبعاً هذا كله يولين رح يكون مع استمرارية التمارين، ما في شيء بيجي بيوم ويومين، استمرارية التمارين، استمرارية متابعة الحالة ليوصلها للنتيجة اللي هي بحاجتها. كوتش، أنت بتنصحي بهاي الرياضة للناس اللي بتعاني من مشاكل صحية زي وجع بالظهر أو تصلب لويحي؟ طبعاً لين أنا بنصح أكثر الأشخاص اللي بصيبهم اللي عندهم تصلب لويحي أو ديسكات أو آلام في الظهر نتيجة قعدتهم على المكاتب أو شغلهم ورا مكتب، كتير تمارين البيلاتس بتساعدهم على تليين العضلات بهاي الأماكن اللي هي فيها عندهم آلام، لكن مع استمرارية ومتابعة لهاي التمارين، مو بس مرة أو مرتين أو ثلاث، الموضوع مع استمراريته بلاقوا حل إن شاء الله لعلاجهم لهاي الأمراض. كوتش، من أي شهر بتقدر المرأة الحامل تبلش تمارين البيلاتس؟ هلا المرأة الحامل بتقدر تبلش تمارين البيلاتس حسب الحالة الصحية تبعتها وطبعا تحت استشارة طبيبها. هلا إذا أمورها تمام بتقدر تبلش من الأشهر الأولى، بنركز لها على تمارين خفيفة بتساعدها على مرونتها وترجع لها لياقتها، لكن إحنا بشكل عام بنحاول نقلل تمارين بالشهر الثامن على المرأة الحامل لأنه سلامة البيبي ولسه الرئة بتكون تكتمل عنده، لكن بالشهر التاسع بنقدر نزيد عليها الضغط من 4 إلى 5 أيام بزيادة كمان غير على تمارين البيلاتس المشي، وكمان بنقدر ننظم لها النفس عشان تقدر تسهل على حالها الولادة. والمفاجأة هي أنه أول 10 حيسجلوا معنا لهم جلسة فور فري.